من صغرنا وجودك معنا ومن زمان في قلوبنا وذكراك يبقى بكل مكان مهما تمر فينا الظروف ونبتعد انت اللي تجمعنا في خيرك يا رمضان كل عام واحنا بخير شهر الله انت غير بالحب مهما يصير تقرب الكل بالسلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا، ويا اهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج المسابقات الرياضي تحدي الملعب اللي يطل عليكم من خلاله يوميا الساعة 4:30 على شاشة تلفزيون البحرين والقناة الرياضية. في هذا البرنامج مشاهدينا نستضيف العديد من النجوم في مجال الرياضة وايضا في مجالات اخرى، نشوف المعلومات الرياضية وايضا المهارات الكروية والسلاوية اللي راح تحدد النتيجة في هذا التحدي. طبعاً الفريق الفائز معنا راح تكون له جائزة نقدية مقدمة من الشركة البحرينية الكويتية للتأمين. قبل أن نتعرف على ضيوف حلقة اليوم، خلونا نشوف معاكم طريقة المسابقة ونرجع مع نجوم القدم والسلة. يلعب الفريقين مباراة مكونة من 4 أشواط، كل شوط يتكون من 6 أسئلة. هذه الأسئلة تكون موجهة للفريقين في نفس التوقيت، وكل فريق يكتب إجابته على سبورته الخاصة عند بداية العد التنازلي المكون من 10 ثواني. في نهاية كل شوط تحتسب الإجابات الصحيحة لكل فريق، وبحسب عدد الإجابات يحصل الفريق على فرص لخوض التحدي في الملعب. التحديات هي عبارة عن تحدي كرة القدم، واللي يحصل فيه الفريق على نقطة واحدة عند تسجيل الكرة في المرمى، أو تحدي كرة السلة، واللي يحصل فيه الفريق على نقطتين عند تسجيله الكرة في الحلق من منطقة الرميات الحرة. في نهاية المباراة تحتسب النقاط النهائية لكل فريق بحسب عدد تسجيله للفرص في التحديات، وفي حال التعادل في تسجيل الفرص يكون الفريق الفائز هو الفريق اللي يجيب على أكبر عدد من الأسئلة. مشاهدينا، ضيوفنا اليوم دائما ما يكونون بعيدا عن التصريحات والمقابلات بسبب طبيعة عملهم، في نفس الوقت هم نفسهم دائما ما يكونون مادة دسمة للإعلام، ومثل ما قالوا عنهم انهم الرجال اللي احنا نحب نكرههم او نلقي اللوم عليهم. عشان تعرفونهم اكثر خلينا نرحب فيهم بالفريق الاول، فريق حكام القدم مع المونديالي نواف شكر الله والحكم سيد عدنان السكندري، احلى تحية. من فريق النزاهة إلى الفريق الثاني، فريق حكام السلة مع الجزار يونس جناحي والدولي محمد السلم. نرحب بحكامنا، يا هلا ومرحبا فيكم بالنزاهة وبتايم أوت.
في برنامج تحدي الملعب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. احنا سعيدين بتواجدنا وياكم ومستعدين وبرزي. مستعدين ودائما تحت الضغط ونحب التحدي. من اللي بيفوز القدم ولا السلة؟ 70% احنا غالبين. 70% عندكم؟ اي صفاره مخبر. انا احب اللي عنده ثقه زياده. حلو تعطيك دافع. خلي نشوف كل من يلعب غدا. كل من يلعب غدا بس ما تلعبون سله. ميدان يا حميدان. احنا اليوم ببين اليوم بما ان انت وحكام قدم وسله ولان نبي تكون المنافسه 100% فير راح نغير في النقاط احتساب النقاط في كل شوط. يعني شوط راح تكون القدم عليه نقطتين وشوط راح تكون السله عليه نقطتين. اوكي؟ علشان يكون فير من ناحيه سواء كنتوا فنانين في السلة أو فنانين في القدم راح ننوع في كل شوط. وبعد نذكر بأن مشاهدينا يقدرون يتواصلون معنا في برنامج تحدي الملعب باقي يومين ترى ونشوف من اللي راح يفوز يوميا في هذه المسابقة اللي هي مسابقة الجمهور. ما عليك سوى متابعة حساب قناة البحرين الرياضية، عمل منشن لصديق واختيار الفريق الفائز. اليوم عندنا النزاهة وعندنا تايم أوت. تويتر شيحات شباب تصب لمن؟ تصب اكثر لتايم اوت. تصويت اكثر جاي لكم. جمهور سله اكثر 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 وايد اكثر صح؟ اكيد. وهم اكثر بعد دوشين في السوشيال ميديا السله اكثر من القدم. تلاقيهم القدم يعني مو بوايد قليلين قليلين صح؟ اي نعم صح كابتن؟ حلو ان شاء الله نصير ورا. عندهم عمليين 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 يدرون الناس يدرون من بيفوز. يدرون من بيفوز؟ رحت والله جيت. لا لا ما عليك فوتبول ذا فيرست يعني اوكي كرة القدم هي كلنا نلعب بس انت قلت يعني. الميدان يا حميدان هذا هو الحين صح صح. احنا راح نشوف اليوم مع حكامنا النزاهة او تايم اوت اللي راح يفوز مع بداية الشوط الاول. يلا نبتدي. طبعاً اليوم المفروض الحلقة تكون الأكثر كنترولاً صح؟ أكيد مفروض. يا أنتم بتسوون كنترول علي يا أنا بسوي كنترول عليكم. معنا أنتم ما شاء الله تسوون كنترول على لاعبين وايد وحالات و و و و وحتى ما تحبون تتكلمون عن اللي يصير في الملعب. لا لا اللي في الملعب يتم في الملعب. لا أنا نفس الشيء بعد في الملعب شخصيتي غير برا الملعب. أكيد 100% أكيد 100% صح؟ بس لازم بي سمايل يعني اي سمايل اي سمايل اول ذا تايم. مسيطرين احنا مسيطرين ان شاء الله لازم يعني والله تحت المسيطره. تبتسم في الملعب وايد. انا يقولون معروف عني انه ما ابتسم بس الرابع اللي معاي يقولون انا يعني وايد يضحك ويتغاش مع رسوله في الملعب بس الناس ما اخذت تقول له يعني ما يضحك وكله باو شاد بس بالعكس كله سمايل. هو تاثير على اللاعبين سواء كنت تضحك او كنت جد شنو افضل؟ لا الابتسامه لها وقت مختلف يعني. مو كل الوقت يعني الابتسامه في شديه شوي تتشد مع اللاعب وقت الابتسامه ترخي اللاعب شوي. حلو زين قبل لا ادش الشوط صدق تبتسم حق المصور تقول له صورني في الملعب عادي؟ عادي اعتبره عادي يعني صديق قاعد يعني عادي اي يعني حلو المفروض المفروض تبتسم يعني المفروض انه عادي يعني مو لازم انت حكم يعني مباوز لا ما ينفع في هالزمن ما ينفع ما ينفع ما ينفع اول يعني كان ينفع قبل 20 سنه ينفع تغير حتى التحكيم في بلد مع الوقت يعني والكلام يتطاير فخليك ما تبتسم الابتسامة ما تنفع ما تنفع لا ليش تحسون انك انت طيب بعض الاوقات اللاعب اساسا يحس انه بسخريه تضحك انت عليك. تضحك يعني او تبتسم فانت يعني شخصيات في الملعب غير شخصيات برا. اوكي. فالابتسامه لا. يعني ابتسامه خفيفه بس بعيد عن اللاعب. في ناس تقبلون في ناس ما تقبلون. يقول قاعد يضحك بس يعني اليوم انا ابتسم ولا لا ما اعرف. حسب الموقف. خلاص ابتداء من الحين. انزين. طبعا انتم تعرفون هاي الكروت عدل الاصفر كارت الاصفر. والكارت الاحمر اذا استمريتوا في الكتابه وقت إذا خلص الوقت بس هاي الشرط الوحيد أنا عندي تمام؟ نبدأ الحين بالسؤال الأول اللي هو صح وخطأ. أكثر حكم أدار نهائيات بطولة كاس جلالة الملك لكرة القدم هو جاسم مندي صح أو خطأ؟ نكتب الإجابة على السبورة. هل جاسم مندي هو أكثر حكم أدار نهائيات بطولة كاس جلالة الملك لكرة القدم؟
اكتب الإجابة. 2-1 انتهى الوقت. كابتن نواف ولا حاجة. صح صح. خطأ. نشوف الإجابة. خطأ أحمد جاسم 5 مرات. حلو يعني حكام السلة جبنا الاسم طبعا. جبنا الاسم بس مو دارين نقوله. لا جاسم مندي أحمد جاسم الله يرحمه. لا لا جوجل داشين احنا مطبعين مر علي اليوم مراجع يعني كمان ما اعطينا الاسئله يعني المفروض اليوم اسئلتنا كلها عن التحكيم صح شباب؟ المفروض يعني بتنوعون لهم اخر سؤال. يلا اعطونا السؤال الثاني. الحكم الوحيد الذي سبق له الفوز بلقب دوري كرة السلة كلاعب هو يونس جناحي، صح ولا خطا؟ عنده دوري وكاس وبطولة خليجية. المفروض يعني المفروض من اللي قبل؟ لا هم قبل، لا انتوا قبل. لا احنا بنقول لك بعد في اينولي. صح يلا. الاهلي. صح. وانتوا؟ يونس. صح. المعلومة جديدة انا عندي. ما ادري يمكن ما سمعوني. اوكي نشوف السؤال الثالث. الراية السوداء في سباقات الفورمولا 1 تشير إلى إرسال متسابق معين إلى المرآب، صح ولا خطأ؟ البتلين تقصدون؟ المرآب ولا وش؟ سودة والبيضة ولا السوداء؟ البتلين يعني إيه الجراج. راية سوداء؟ راية سوداء؟ ها؟ بلاك اند وايت ما أعرف. بلاك اند وايت تشيكرز. لا بلاك اند وايت يعني صح ولا خطأ؟ مال البداية أنا؟ إيه؟ صح صح صح. وانتو صح. حلو نشوف السؤال الرابع. دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تمكن من تحقيق لقبه 6 أندية، صح أم خطأ؟ يعني مو التيشيرت يا حماد، السؤال شو له كذي يعني؟ اوكي كابتن صح ولا خطأ؟ صح خطا خطا. انتوا صح خطا. 9 أندية. معلش هذا اوكي صح. السؤال الخامس. بطل النسخه الاخيره من بطوله كاس العالم لكره السله للرجال هو منتخب امريكا، صح ولا خطا؟ يلا ما سوي مساعده صديق. نو ما في صديق عندك كابتن. صح خطا. والاجابه خطا. اسبانيا في 2019. كابتن يونس مذاكر عدل عدل كل شيء سله قدم فورمولا جوجل ويبتسم للكاميرا ما عندي معلومات عن السله كافيه. لازم عندك. هاي المشكله ما عندنا معلومات كافيه عن السله بس. لكن خلينا نشوف السؤال الاخير بعيد عن السله وعن القدم وعن الفورمولا. يقول قانون تنس الطاوله لا يسمح بوضع اليد التي يلعب بها اللاعب على سطح الطاوله، صح ولا خطا؟ التي لا يلعب بها. قانون تنس الطاوله لا يسمح بوضع اليد التي لا يلعب بها اللاعب على سطح الطاوله. انتهى الوقت عندكم الحين. صح صح والإجابة صح. حلو نشوف الحين المحاولات عند الفريقين. تايم اوت عندكم 5 محاولات والنزاهة عندكم 4 محاولات. شلون راح؟ زين احنا بنبتدي اول شيء 2 بوينتس عند السلة. اوكي هاي الشوط نبتدي 2 بوينت سلة 1 بوينت قدم. شنو راح تختارون؟ شنو راح تختارون؟ عندكم 4 عندكم 5 سلة. تقدرون تقسمونهم. تقدر سلة. تختار تبي سلة تبي قدم سلة. أو ناخذهم كلهم سلة. تقدر تاخذهم كلهم سلة بما أن الحين 2 بوينت أنت متأكد بتسجل. أوكي إذا تايم أوت 5 محاولات سلة. النزاهة عندكم 4 محاولات. عندكم 4 محاولات. 4 محاولات كل محاولة كلهم سلة 2 بوينت هما صح؟ نعم. إذا نصير ناخذ ثنتين ثنتين؟ يصير؟ اوكي 2 قدم 2 سلة. اوكي ثنتين سلة، ثنتين قدم عند تايم اوت والبداية سوري عند النزاهة، البداية عند تايم اوت. كابتن حياك. وين الشوط؟ شوط هاي الخط 2 بوينت. عندك الخط؟ هي ورا؟ هاي الخط. الرميات الحرة. رميات. الأصفر. أرجو منك عدم تجاوز الخط الأبيض. لا يدوس يونس عاد. لا لا.
لاعب ما نقدر. أول نقطة. أول نقطتين لي. تايم أوت. أوكي ضيع نقطتين لكن عنده ثلاث محاولات إضافية. ما جبت الحين خلاص بعد. كثر من يونس كثر. ما عليه ما عليه ما عليه. أوكي. حلو. أربع نقاط. المحاولة الأخيرة عند كابتن يونس. بقى واحدة. أورايت إذا أربع نقاط حصل عليها تايم أوت في الشوط الأول. حياك كابتن. من اللي بيبدي فيكم؟ قدم الله سنروح. اللي رايحك اللي ناسبك. لا لا قدم تروح له. إيه قدم. اللي رايحك اللي ناسبك. يا الله. شوف الحين كابتن نواس طبعا لازم ما تطق الكونة وترجع ورا. أيوة. الله. ما عليه ما عليه. هاي بعد ساعة طقيت القوام. ما عليه. أبي عادي. حلو اذا النقطه الاولى بس يا كابتن عند السله يلا عندك الخط الاصفر ذاك ها اسكندري الخط الاصفر ذاك اعطها شوي باور سعيد ومحاوله صايم صايم ضايعه صار لك ربع ساعه تتدرب حلو حلو يا سعيد اذا كفو النتيجه ثلاثة أو أربعة عن تايم أوت شكراً شكراً أربع نقاط عن تايم أوت مقابل ثلاث أوكي معلش روح ينتهي ثلاث عند النزاهة وأربع عن تايم أوت هاي هي نهاية الشوط الأول حامي حامي ها الشوط الأول حلو دشيتها وفي المود ندش دايركت الشوط الثاني الشوط الثاني راح تكون أطرح عليكم سؤال تختارون خيار واحد فقط ينكتب ايضا على السبوره وندش معاكم الشوط الثاني. نبدا معاكم الشوط الثاني مثل ما قلت لكم سؤال وراح اطرح عليكم ثلاث خيارات تختارون الخيار الصحيح فقط في غضون 10 ثواني ينكتب على السبوره. ونبدا بالسؤال الاول. من هو صاحب الهدف الوحيد للمنتخب الوطني في بطوله كاس العالم للشباب لكره القدم؟ خميس عيد، بدر سوار او محمد الدخيل؟ و انتهى الوقت. الإجابة؟ وصالح الدخيل؟ أوكي وخميس عيد ونشوف الإجابة الصحيحة محمد صالح الدخيل في 87 قدم صوبكم نشوف السؤال الثاني من هو اللاعب البحريني الوحيد الذي حقق لقب هداف بطولة آسيا لكرة السلة للرجال؟ علي كانو، عبد المجيد شهرام أو أحمد مال الله؟ سلة صوبكم الحين. هما اثنين. لقب هداف بطولة آسيا. هما اثنين. هما اثنين. أكتب واحد ولا اثنين؟ هما يقولون هما اثنين. واحد. 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 شنو هو الإجابة؟ شهرام. 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 وأنتوا؟ صح عبد المجيد علي شهرام في 97 من كان الثاني اللي في بالك؟ علي كانو علي كانو علي كانو مع الشباب كان معلوماتكم غلط ليش؟ الشباب هو لا علي كانو مع الشباب بس مو مع الرجال هاي يونس تبي تصلح لروحك؟ لا احنا بعد تقول شباب هي نقطة نقطة اوكي يلا نشوف السؤال حبي لك متى تم انشاء وزارة الشباب والرياضة في مملكة البحرين؟ 2015 و16 او 17 وزارة الشباب والرياضة 2015 او 2016 او 2017 ما كتب والإجابة ما كتب. ها ها كارت اصفر يا بابي ما في احنا اللوحه قاعد قاعد ما يصير ليش بطلع لك الفور كارت اصفر بطلع لك الفور شوف اذا كتبت شيء ولا لا اي كاتبين شنو كتبنا 2016 وانتو صح في 2016 السؤال الرابع ما هو المنتخب الذي كان عضوا في الاتحاد الآسيوي ثم انتقل إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرغيزستان تركمانستان أو كازاخستان
عدد عدد هاي صوب مو معي يغش اوكي يغش ها؟ يلا عندكم 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 احنا صح لا انت احنا صح 100% اوكي عطني الإجابة كازاخستان كازاخستان تركمانستان كازاخستان هي الصحيحة كازاخستان متعادلين حلو متعادلين فرق عليك الحين سؤالكم الخامس يقول ما هو الفريق الوحيد الذي يتواجد في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين من خارج الولايات المتحدة؟ تورونتو رابترز ولا فينيكس سانز ولا جولدن ستيت ووريرز؟ Which of those three؟ الفريق الوحيد اللي يتواجد في الدوري الأمريكي بس من خارج الولايات المتحدة الأمريكية أي فريق؟ تورونتو 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 تورنتو رابترز والإجابة صحيح فريق كندي إجابة صحيحة ووصلنا للسؤال الأخير في هذا الشوط يقول من هو حامل الرقم العالمي في سباق 1500 متر بزمن قدره 3:26 سعيد عويطة أو هشام الكروج أو توفيق مخلوفي مفروض أنا التيشيرت اللي لبسته اليوم ران فور أول أعرف الجواب أوكي الجواب دوركم الحين كابتن هشام الكروج هشام هشام الكروج وأنتوا صح المغربي هشام الكروج كفو عليكم وين صعب صح تعادل نشوف الحين المحاولات يشوفون هم ما شاء الله علامة كاملة 6 محاولات لكم كابتن و تايم اوت عندكم 4 محاولات الحين في هذا الشوط القدم عليه 2 بوينت والسله عليه 1 بوينت روح على وين راح تختارون قدم كلهم قدم قدم 6 قدم احنا بناخذ سله بناخذ واحده قدم لا واحد القدم عليها 2 بوينت هاي محاوله قدم تذكرينهم عاد ثنتين ستهم حكمنا الدولي نواف شكرا الله ايش راح الحين يسوي ونقطتين على هذه وزنها غير دي وزنها غير لا لا صبر رجع ورا رجع ورا لا تستعجل رجع ورا نواف بس ايوه خفيف ولا ثقيل اهم شيء تي جول ولا لا اهم شيء ثقه هاي سهله ما ترجع اوكي نشوف المحاوله الثالثه محاولات سليمه صحيحه 100% والبوينت قاعد تزيد يزيد الحساب يزيد الله الله حلو اسماعيل عبد اللطيف اصلا توني في السؤال تو في مولي اول شوط ما يمشي ابى اقول وينك يا ابو عبد اللطيف تشوف اخوك شلون كان لاعب وياك في النادي بس الناس يقولون لك لا انا بالعكس والله في القاع يقولنا انتم مو ضدنا كلها ضد بس يمكن الانذارات اللي تعطيه في الملعب كابتن ترك اسماعيل انا اقل واحد اعطي انذارات خلصنا سيد المفروض تشوت لا لا خلصنا شباب بعد واحده اخر واحده يصير بعد الحين كيفك لا بس ذا بوينت واحد يا الله يا الله يلا علامة كاملة من ناحية الأسئلة ومن ناحية المحاولات إذا النتيجة النهائية بسوي حركة ولدي بس بقول سوي الحركة فعليك الاستوديو استوديوك للساعة 5:30 تقدر تسوي تبي يلا صراحة فاجأني من فاجأك المعلومات ممتاز يعني تكملون بعض المعلومات والمهارات أكيد حلو 15 نقطة ما شاء الله من بداية الشوط الثاني إذا الحين راح نشوف يلا تايم اوت ايش بيسوون يلا حيا كابتن تايم اوت بس خلاص كم باك في كم باك ساعة ما سجل لا هو بوينت واحد ساعة من ساعة تبويه سجلهم كلهم يلا
شوي. اوكي الحين تنتقل الى القدم، عندك محاولتين. يلا قدم حياك. الحين حطيناهم تحت الضغط. ضغطهم جد ضغطهم. الحين يبين شلون نسوي كنترول كحكم. لا تصير ولا شيء. أفو كابتن. لا ما يصير. ما يصير طيح الكون يا كابتن. ما عليه. لا يأثرون على معنوياتك. لا لا. بطالة يسوي. بس رجع الكرة شوي ورا. الكرة شلون الكرة؟ شوي ورا. أيوة. آه. نواف اوكي؟ ترى واقفين لكم على الواحد هزين حكم مني. أنا ماني شغال. بعد شوي ورا. أيوه. الله يونس. حلو يونس كثر منه. احنا نقول له صيد وما صيد. يلا. ما هذا؟ اوكي. إذا النتيجة النهائية للشوط الثاني 15 نقطة للنزاهة. وحكام السلة 5 نقاط فريق التايم أوت. بعطيكم 30 ثانية تستريحون فيها تفكرون فيها تراجعون خططكم فيها حق الكامباك للشوط الثاني. يبي لك قطار. يبي لك قطار تلحقني يونس. في أول شوط. ناخذ بريك. يلا بريك. ناخذ بريك. اليوم دي حوذ بالله كله منك بعد كله تفدي عليك. ايش فيك يا يبا ايش فيك؟ سوين حادث بغنى انقلب نموت وذي قاعد يفدي علي وطقطق لي في التلفون طول الوقت. حادث؟ ايه ما عليك من هيبا حادث كلش بسيط الله يخلي التكنولوجيا خلت كل شيء اونلاين. كذي تعجبني. لا وتقدر تتبع كل مراحل الحادث لين ما تجهز سيارتك. إذن الشوط الثالث أذكركم بالنتيجة 15 نقطة للنزاهة اللي هم حكام كرة القدم وتايم أوت حكام السلة عندهم 5 نقاط في هذا الشوط. إن شاء الله راح نشوف كمباك من السلة صح؟ راجعين إن شاء الله صح كابتن؟ هم تحت الضغط كمباك ريلاكس. يلا هو لازم الحين يجزركم بما أن اسم الجزار. أنت ليش سمونك الجزار كابتن؟ لقب قديم الصحفيين كتب عني مرة في جريدة تعطي وايد كروت شكل. لا في مباراة غلب لا في مباراة غلب فريق خليجي الصحفي كان جاي معاهم يعني لازم يكتب شيء قال جزار بحريني قلم اظافر لاعبين بالعكس وبس وعطاني اللقب وانا استانس باللقب. حلو حلو الجزار قوي وقرقر اللي يبيع اللحم صح. حلو زين نروح من الجزار الى السكندري كابتن انت مو بلقبك السكندري لا بس انت يسمونك السكندري ليش؟ السكندري لان من استمرار المعسكرات الحكام ايه ودائما اجازاتي الصيفيه اقضيها في اسكندريه فلقبت بالسكندري مع الاهل على طول اكون في الصيف اسكندراني في اسكندريه ما عندكم مسافه اي لا على انا بشوف في بعد ديره احبها بعد بسمي روح بدل ما ابو كمال شيء ما عارف هذا احد الصحفيين حسين الدرازي هذا احد الصحفيين حسين الدرازي احد الصحفيين سموك اي لا هاي السؤال من اللي سوى عيد ميلاد سويت عيد ميلاد في اسكندريه حق كابتن نواف شكر الله اي نعم صار في احد المعسكرات سوينا عيد ميلاد حق الكابتن نواف ف كنا عندنا محاضره ف يعني احنا ما استعدنا وسوينا الحفله تفاجئ ابو عبد الله يعني كلنا قعدنا والجماعه ومن ضمن حطينا الكيكة ودي وقدمنا ليه بعد جبنا الرش قمنا الرش حتى بعد المحاضر بعدين الشاشة مالت المحاضر اختربت حتى صار الرش صادها والمحاضرة يعني حتى عصب علينا ذكر بالخير سعد يعني نواف كان ما كمل كيكة يقول حلو شاكل فيها كلها رش كلها رش حتى الكيكة كلها رش هذه متى؟ 2008 في 2008 من زمان يعني اي نعم الحين في عيد ميلادات ما في لا اونلاين شلون؟ اونلاين الحين اونلاين الحين كل عيد ميلادات اونلاين كابتن نواف نرجع شوي لكاس الامير يوم كنت تلعب مع الحاله 99 لعبت نهائي كاس الامير
نهائيا لعبت نهائي كله نهائيا في 98 99 لا نهائي واحد ضد اعتقد القادسيه ايه عند القادسيه مهزومين 2-0 هزمنا 1-0 و 2-0 في 99 كان انغلبتها ايه لذلك هديت الكره رحت للتحكيم ولا انا هديت الكره في رسميا هديت الكره في 2003 اوكي ولكن في 99 او 98 انتقلت للتحكيم تعرضت لاصابه في الانكل قطع في الرباط الانكل عندي سويت العمليه وخذيت 6 شهور للعلاج سلامه الله يسلمك في ذي الفتره طرح علي الاخ جاسم محمود كنت اشتغل معاه في نفس المكتب قال لي نواف ايش رايك في حكم قلت يلا قال لي ما تبي تفكر قلت له بس يلا مش حكم حلو لان انا ذي المهنه كنت ازولها وانا كنت في المدرسه كنت تتحكم في المدرسة؟ كنت أنا أحكم في دوري الفصول في المدرسة نفسها أوكي يعني فيك حكم من داخل إي وأنا نفس ما قلت لك أنا أحب التحدي وأحب التحدي إثبات شخصية إثبات وجود كذا أحب ذي الكاريزما أنا وايد أحبها وحسيت روحي إنه يعني يمكن أقدر أبدع فيها أكثر من أنا أكون لاعب سبحان الله يوم دشيت حكم في نفس السنة في 99 اختارني أبو أحمد اللي هو الكابتن سلمان شريدة لتمثيل المنتخب في غرب آسيا في إيران فتم تشكيلي فيه ولكن بعد سوء الحظ تم إصابتي في التدريب وما شاركت معهم أوكي. واستمريت ل 2003 بعدين الله يرحم أحمد جاسم يقول لي نواف أنا يعني أشوف فيك حكم فخلاص الحين يا توقف عن اللعب نادي الحالة أو تحكم قلت له بشار تعطيني مباراة وقع ما تعطيني مباراة بلعب أوكي قال لي باشر عندك مباراة النجم والبحرين أوكي حلو بس على طول بس ومن ذاك اليوم هديت اللعب خلاص 2003 2004 رسميا هديت اللعب التحكيم احلى من اللعب بالنسبه لك التحكيم يبي له رغبه اختي يبي له يعني يبي له قوه يبي له رغبه يبي له اراده يبي له تحمل يبي له شخصيه يبي له شغف يعني اذا انا من تجربتي اذا في التحكيم اذا انا بفتح اذوني بسمع فلان ايش قال السوشيال ميديا ممكن قبل احنا جرايد مجلات شنو قال وكذا بتعب وايد لكن خل عندك هدف ورسمه قدام وخل هذا الكلام اللي ينقال لك هو دافع لك تروح راح تحقق اوكي من القدم الى التحكيم وبعد البحر وجتسكي هاي في الدم عاد في الدم اي اكثر يعني بحر. بالنسبه لك الشغف بحر. القدم او بحر. البحر بحر. بحر يعني تقولين لي مباراه بحر اقول لك شو بحر يعني انا تربيت في البحر يعني من عمري 7-6 سنوات وانا كله في البحر كله مع البحر. الخوال يعني معظم مناطق البحرين يعني شلون سويت بحر لا يتقال لا كحرفه لا احبها كهوايه حدوق احبها كسباحه احبها كبحر حلو كرياضه تعلمك الصبر تعلمك اشياء كثيره يعني شيء يمشي في الدم صراحه والناس البحرين كلها حتى برا لان اروح مباريات او بطولات لازم تروح قلت انا ما في دين بحر شعري وايد هو مير وايد اوكي فتقتنم الفرصه تروح بعد ازرق كذي واشوف لي قارب واروح يعني معسكراتكم لازم دائما تكون فيها بحر انا بحريه ما سمكه هذول سمكه يعني ايش حلوه الماي احلى شيء الماي هالحر شو تطفي نسوي تان ونروح اي احنا ما شاء الله لا من بياضنا كله بنسوي تان ما شاء الله البيض ما يسوون تان كثرنا احنا لا 24 ساعه تان استمتع في الحياه ان شاء الله اي ليش يقول لك استمتع بالحياة مو مستمتع كابتن؟ وانا احنا مستمتع يعني كان يوجه لك الكلام مستمتع كابتن يونس الحين عنده احنا بنرجع احنا كله الحين يسوي فيديوهات ما يسوي فيديوهات الحين؟ هاي من سنه قبل وقف من سنه من الكورونا وقفت الحين؟ انتقادات ضغوطات شوي في ناس ما رضوا من ما رضى؟ كنت استاذن يعني اتصل في فلان اقول له اليوم الحلقه عليك يقول لي اوكي ايه خذ راحتك اطرش الفيديو لا قبل لا انزله يقول لي اوكي انزله كل يوم المغرب اوكي خلصنا كل اللاعبين والمدربين ان شاء الله راجعين بترجع في اشياء جديده يعني. حلو التصوير حاضرين احلى من التصوير شيء بسيط يعني كله دقائق ان شاء الله حلو كابتن محمد السلم التحكيم في السله يختلف وايد عن القدم الحكم مسافة بعيدة بينه وبين اللاعبين وحاطين لهم سور وسياج وإذا نط اللاعب في وسط الهاي راحوا لكل كل الأمن يشيلونه السلة وضعكم مختلف أنت واقف هنا والجمهور يمك
أكيد هذا يسبب ضغط أثر يمكن على قراراتك أثناء المباراة. لا كي أثر على قرار لا طبعاً. بس هو حلاوة الجمهور، كل ما قرب في الملعب صارت المباراة أحلى. عكس القدم يعني بمسافات بعيدة. بس الجمهور بالعكس يعني. هل هاي شيء يخليك تستمتع أو تنضغط؟ لا تستمتع. يعني اليوم إحنا ما نستمتع في كرة السلة. أنا عن نفسي ما استمتع. في البعض يقول إن مرتاحين من غير جمهور. أنا أقول لا بالعكس يعني. مو حلو الملعب. بعض أوقات الجمهور أساساً يغطي على أشياء واجد داخل الملعب. من احتجاج المدربين، من إحنا ما نسمع. الحين. الحين سمع كل شيء. أقل شيء تسمع وأنت محاسب على كل شيء تسمعه. بعض أوقات يعني أمور بسيطة تسمع ويا الجمهور أبداً. بس من غير الجمهور. أنا أتكلم كرة سلة ما كرة. إيه هذا هو. إحنا نتكلم كرة سلة. طيب اللاعبين يسببون أيضاً ضغط. نشوف لاعبين السلة ما يقتنعون بسرعة بالإنذارات اللي تعطونهم إياهم، ويمكن مثلاً يحاجج وغيره. زين أنت حتى في البيت يقولون بأن ابنك أيضاً يحتاج على بعض القرارات اللي طبعاً. أنت. قبل أنا ما أفتح تلفوني ومحتاج يعني يشجع فريق يجي وبعض الأوقات يأخذ حتى الانتقادات يعني يرسلها لي أو قاعد لك على واحدة هو يشجع أو من. إذا تنرفز يجيب عبارات تتلفظ بها الجمهور يعني مثلاً الحكم ضعيف أو السلام ضعيف أو شيء الحكم ضعيف فإذا ما حصل الشيء اللي يبي يطلع طول البيت بس يفتر أهم شيء هو ما يحتاج على قرارات البيت بس قرارات سهلة قرارات إذا يعني هو سياسي إذا يبي شيء يصير وياه والعكس يعني تعرف لا تمشي وياه أي بعد بس بعض الأوقات لا يأخذ اللي يبيه هو يضغط عليه يأخذ هو الوحيد اللي يضغط عليه يأخذ كل شيء يمكن الجمهور لو يضغط ما حصل واللي يضغط يحصل بعد أكيد ولدك الله يحفظه إن شاء الله حالات بالجمهور صراحة يعني إن شاء الله نتمنى عودة الجماهير إن شاء الله إحنا يعني خلاص شفنا القرارات هي المتعة يعني بأنه راح يسمح بالجمهور دخول الملعب بشرط إنه يكون 50% وارتداء الكمام وأخذ اللقاح يعني وإن شاء الله شوي شوي بترجع الحياة طبيعية في الملاعب كابتن سؤالي الأخير أنت أيضا تستمتع بالتصوير تصوير التلفزيوني بالتحديد اوريدي انا كنت مصور سياسة. في قناه البحرين الرياضيه انا دارس انا عندي بكالوريوس في التصوير السينما والفوتوغرافيا والتلفزيون ما شاء الله اشتغلت هنا في التلفزيون يمكن 10 سنوات صح في الرياضيه اي في الرياضيه نعم وبحتى يعني قناه القناه الاولى إيه. نعم بس عاد اشتغل بارت تايم لان انا موظف وزاره التربيه نزلت تصوير ملاعب اغلب شيء اغطي كان يصور وانا احكم هو وراي بس لا دائما برا الكادر يعني هو كادر برا زعل شو اللي وداك للتحكيم انا كنت لاعب في الاساس نعم بس تركت دراسه وسافرت برا فبس تركت اللعبه نهائيا بعدين احد الاصحاب لما رجعت كنت دائما اروح الملعب وطالع قال ليش ما تجي التحكيم الله يذكر بالخير أبو مجلس إدارة الاتحاد سابقاً سلمان حبيب نعم ودخلت دورة شوي لقيت أن فيها متعة نفس ما قال كابتن نواف فيها تحدي فيها إبراز شخصية يعني كنترول كل في الحكم يعني نعم صحيح فانطلقنا فيها يعني حلو ممتاز فيه. صراحة سوالف معكم ما تمل أنكم أنتم وايد منظمين صح. وايد منظمين وايد على الوقت ما شاء الله نبتدي معاكم الشوط الثالث اللي هو شوط الصورة في هذا الشوط بحط لكم صورة بتدققون عليها بتدققون على أصغر التفاصيل فيها لأن عليها ثلاثة أسئلة ونبتدي الآن بالصورة نشوف الصورة شوفوا الصورة شوفوا الكروت شوفوا الألوان شوفوا الأرقام أي شيء تحسونه ممكن تنسألون عنه اوكي كل شيء ينكتب به المسح ايوه كيف كتبت تكتب الحين عشان ترسخ المعلومه وتمسحها باقي لكم 10 ثواني واشيل الصوره اثنين واحد انتهى الوقت
ونشيل الصورة، شوف سبورتك ومسحها. سبورتك إذا فيها شيء مكتوب تنمسح. تنمسح حلو تمام، ما في شيء تنمسح عليكم أصفر. حاسب أوكي، نشوف السؤال. اسم الحكم، سؤالكم يقول ما هو أكبر رقم في الصورة؟ أكبر رقم شفتوه في الصورة شنو هو؟ كتبوه على السبورة. أكبر رقم في الصورة، اكتب أي رقم الحين لأن خلاص واحد انتهى الوقت. أكبر رقم خمسة، سبعة عشر. رقم 23 بنشوفه عقب نتأكد. نشوف السؤال الثاني، يقول ما هو لون شارة القيادة؟ شارة القيادة عند اللاعب أي لون كانت؟ الكابتن. ثلاثة اثنين واحد انتهى الوقت. أي لون كابتن؟ أحمر. أحمر. أخضر. أخضر. والإجابة أخضر. سؤالكم الثالث والأخير لهذه الصورة هو كم قلم عند الحكم؟ وين شفتوا قلامه يعني فيه في مخبا يمكن؟ هذه فلاديمير اسم الحكم. اكتب كابتن، اكتب العدد. اثنين واحد انتهى الوقت. كم قلم؟ هو مينيمم واحد بس يمكن حط له اثنين يصير، بس انا حطيت واحد. واحد اثنين. يا ريت كاتب على اللي انت متاكد كنت منه قلمين. حط لك احتياط. لا 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 فوق يعني. لا شفته قلمين. شفتهم ها؟ يحتاج تتاكدون من الاجابات ولا نشوف صوره ثانيه؟ لا ما يحتاج، واثقين. واثقين؟ نشوف الصوره الثانيه عيل. اوكي صوره الحين في ملعبكم سلاويه. شوفوها زين ما زين. مسكين بيشفي وعلي. ما تم شيء ما عنده. عشر ثانية وأشيل الصورة. ثلاث ثواني انتهى الوقت ونشيل الصورة. بتراجع معلوماتك قبل لا تمسحها. وعندكم شيء مكتوب؟ تمسح سبورة كابتن. أوكي ونشوف السؤال الأول، كم عدد اللاعبين الذين يرتدون ربطة الرأس؟ كم واحد كان يرتدي ربطة رأس؟ كم واحد؟ واحد. 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 اثنين. أوكي شوف السؤال الثاني، ما هو لون مقاعد الاحتياط؟ أي لون كانوا المقاعد؟ إذا ما شفت اكتب أي لون. سبعة ثمانية. أوكي انتهى الوقت. أي لون؟ شنا أسود. شنا أسود. أحمر. أزرق. تشوفون ما تركزون في الصورة. ما يبين يبين أزرق أسود في الشوشة. زين نشوف آخر سؤال، أنا شفت غامض. ما هو اسم الفريق الأبيض؟ شو اسمه؟ أمانة. حكم سهل عرفوا. ها كابتن نواف. قول سهيل. كتبوا ولا ما كتبوا؟ ما كتبوا. ليكرز كتبنا. ليكرز أوكي. شنو بتروناس؟ شنو بتروناس؟ شو اسمه؟ هذه شنو اللي كتبتها؟ ميامي صح؟ كتبت؟ لا لا نفس اللي كاتبين. انا بالعربي كتبت. لا اللي مكتوب بتروناس هاي فريق في السلة في الفورمولا 1 مو في السلة. في في. يلا نشوف الإجابة. بيستون. 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 اوكي. لا غلط. كلنا غلط يا محمود. يلا. نشوف. المحاولات. أنا أنتوا كلهم غلط، إحنا واحدة صح. واحدة. واحدة واحدة. واحدة. شوت نواف. واحدة بواحدة السلة هاي شوط عليها 2 بوينت.
عندنا ولا عنده؟ عند شنو عندكم؟ سلة. سلة. في قدم؟ يلا حياك. في قدم ولا ما في؟ في قدم. تبي قدم؟ الحين بس عليه 1 بوينت. الحين شنو عندنا احنا؟ عندك كيفك سلة ولا قدم؟ لا الحين محاولة واحدة. محاولة واحدة؟ لازم في النص. لا لا قدم. 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 أوكي. لازم في النص؟ إيه خليه ياخذ ثنتين باخذ واحدة. في هذه النص دائرة الصفراء مكان. احنا ناخذ دي. ما شاء الله حلو. إذا 7 نقاط. ونروح مباشرة للنزاهة. توتا واحدة بس. واحدة خلاص. واحدة بس. واحدة إيه بعد. واحدة. يلا. مع أن يدك يعني كانت يبين أن. عين خلاص. أوكي. يلا. محاولة. لي. كابتن عوف شكرا الله. ونشوف. تسديدة. صحيحة 100%. اسكندري يشوت. أنا رقم أنا رقم 2 أشوت بلنتيات. المفروض إحنا اللي نختار على فكرة. ليش ما إحنا نختار؟ شنو تختار؟ من اللي يشوت؟ لا احنا كيفنا مساعد فريق اللي تبي ايش تبي؟ تبي اشوت بريلي هنا؟ عادي يلا بعد حلو بعد فكره حلو هاي الثقه 15 لا 16 الحين 16 نقطه للنزاهه مقابل 7 لتايم اوت. وصلنا الى الشوط الاخير اللي فيه تقدرون تعوضون وترجعون له او تعطونهم اياه وتسلمونهم البطوله. يلا نبتدي الشوط الرابع. إذا الشوط الرابع هو الشوط اللي فيه الكتابة أكثر. راح أطرح عليكم سؤال أذكر، أحتاج منكم 3 إجابات صحيحة، تقدرون تكتبون 4 واحدة خطأ كبونس ما في مشكلة، بس لازم 3 إجابات صحيحة والوقت بنزيده من 10 ثواني إلى 20 ثانية. نبتدي الحين بالسؤال الأول اللي يقول أذكر 3 نسخ شارك فيها الحكام البحرينيين في بطولة كأس العالم لكرة القدم، السنة أو النسخة ما عندك مشكلة. كابتن نواف حفظها. أي نسخة؟ يلا خلصنا. خلص؟ إيه. زين الحين هما. تبين سنوات بعد؟ باقي 3 ثواني، 2، 1، انتهى الوقت. هناك أول. لا ما قبل. أمشي لا تكتبون شيء. خذ السبورة من عنده عشان ما حرام أعطيكم كارت الحين. لازم تعطينا كارت. شيل السبورة من عنده. لا تعطيه. أيوة خليها عندك. شفت اللي مكتوب أنا. أوكي يلا كابتن نواف. سنوات ايطاليا 90 روسيا 2018 برازيل 2014 ايطاليا 90 امريكا 94 اسبانيا 82 اوكي بعد 2018 و16 و15 نشوف الاجابات 14 طبعا كابتن نواف شكرا الله كل اجاباته صحيحه 82 90 94 14 و2018 انا بعد ما بسهل شوف السؤال الثاني بس قلت لك انا أذكر 3 فرق وصلت إلى المربع الذهبي لدوري كرة السلة ولم تنجح بالوصول للمباراة النهائية. 3 فرق بحرين وصلوا للمربع الذهبي بس ما وصلوا للنهائي. من البحرين هذول؟ اي نعم في البحرين. البحرين. بحرين؟ اذكر. 5 ثواني. 2 1 انتهى الوقت. نوقف نبتدي معاك كابتن قولهم الحاله والنجم وستره ولا شنو هذا اخر شيء ستره اوكي احنا كتبنا النجمه والرفاع والحاله والقادسيه والقادسيه قبل الدم اوكي نشوف الاجابات الصحيحه نويدرات النجمه ستره مدينه عيسى اللي هي مسامحه القادسيه اللي حاليا النجمه ما هي القادسية؟ نعم حاليا النجم من دمجي وصلوا سؤال شنو؟ مو بثلاث عندك صحيحة؟ سؤال مو بواحد احنا ثنتين صاروا صح ثنتين صح انا احتاج 3 صح احتاج 3 صح 3 اجابات صحيحة شوف السؤال الثالث اذكر 3 دول آسيوية تستضيف سباقات الفورمولا 1 سهل 3 دول آسيوية تستضيف سباقات الفورمولا 1 اوكي ايش عندك عزيز اليوم مع الفورمولا؟ شاست بس خلصنا احنا خلصنا احنا خلصتوا انتوا بعد؟ ايه حلو وين؟ اذا انتهى الوقت والحين نبتدي مع كابتن نواف وين؟ الامارات بنياس استراليا البحرين ماليزيا اوكي
ماليزيا، البحرين، شنو أبو ظبي. أبو ظبي. نشوف الإجابات. البحرين، السعودية، الإمارات، الصين، سنغافور، اليابان، كلها صح. إذن محاولة لكل فريق. نعم، نشوف السؤال الرابع. أذكر ثلاثة لاعبين مصريين احترفوا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. سهل جداً جداً. ثلاثة مصريين. خمس ثواني. و عندك سيد عدنان. انتهى الوقت كابتن. محمد صلاح. اوكي. اللي مكتوب على سبوره تفكر في شنو؟ شكرا الله. تبي نسولك؟ حسام حسن. حسام؟ لا. والوصي من؟ محمود الخطيب. محمود الخطيب. محمود الخطيب ما كان في احتراف. نحط نواف شكرا الله. يلا كابتن. محمد صلاح، حجازي، احمد ميدو، النوني. اخر واحد؟ النوني. النني. النني. النني مال الارسنال. احمد المحمدي، محمد النني، احمد فتحي، محمد ناجي، حسام غالي، احمد حجازي، ميدو، محمد صلاح، تريزيجيه، رمضان صبحي، اربعه، عمرو زكي، محمد شوقي. اسئله كلها قدم. كلها قدم الاسئله. الله اكبر. كلها قدم. 90%. انا اللي قلت لك واحد سله، واحد قدم، واحد عام، واحد سله، واحد قدم، واحد عام. هاي معلومات عامه. هاي معلومات عامه. ايوه بس يعني عادي. نشوف السؤال الاخير. الخامس. اذكر اذكر ثلاث منتخبات فازت بذهبية دورة الألعاب الصيفية في منافسات كرة السلة. ثلاث منتخبات فازت بذهبية دورة الألعاب الصيفية في السلة. هذا خلاص. هتقول لهم قدم. شفتي شلون نحطهم تحت الضغط؟ بريس. اوكي. اوكي. عندك. عندي. خلصوا؟ يلا. اعطينا أربعة ما عليه. إيه ما عليه. احنا انجاز يعني صراحه. امريكا لتوانيا، لتوانيا، اسبانيا. اوكي كابتن. امريكا، اسبانيا، الارجنتين، مع واحد استراليا. استراليا. نشوف اذا جاوبنا اثنين يعني اوكي. ثلاثة لازم. امريكا، الاتحاد السوفيتي، يوغوسلافيا، والارجنتين. كلنا ما نحسب حق احد. نشوف السؤال الاخير في هذا الشوط. اذكر ثلاثة ألوان من البطاقات الجزائية في لعبة كرة اليد. ثلاث ألوان. احنا نبي نطالب بالوقت بعد. هاي راح نشرحهم ليش بعد استاذ. اوكي. ما يصير. ما بشرحونهم حلوين. عندهم شوف. بشرحهم ليش بعد البطايق. مدرس تربية رياضية. فريق قوي. اشتهر انا بحط فريق مؤهل. هذه يعني اللونين معروفين بس الثالث يعني ما سمعنا عنه. مشهور هو معروف يعني. نقول خلاص؟ اي نعم. ازرق؟ نعم. اللي هو حق شنو؟ اللي هو تقرير يرفع حق لجنه المسابقات اذا في عقوبات يرفع التقرير حق لجنه المسابقات. اوكي. اذا في الازرق يعتبر تقرير في كره اليد. اوكي. وكرت؟ الاصفر اللي هو تنبيه. نعم. والاحمر اللي هو استبعاد دقيقتين ثلاث مرات. نعم. واللعب الخشن الكرت الاحمر. حلو. في قانون كره اليد. ممتاز. انت ما بقى لون حطيتوا اربع لين بعد ازرق مع نشيل الاسود فتنحسب. حطينا الاسود وياهم بعد. تخيلوا في كرت اسود يعني شنو؟ ما في. ليلة سودة. ليلتك سودة. اوكي. اذا خلينا نشوف المحاولات. عندكم محاولتين سلة. أو سوري، لكم محاولتين اللي أنتم تبونها وأربع محاولات عندكم. شلون راح تقسمونها؟ سلة عليها 2 بوينت، القدم عليها 1 بوينت. لا عكس الحين. الحين أنا غير. حتى لو أخذت بس لا احنا الحين نروح حق اللي غالب غالب الحين. أنت غالب. أنت غالب. أنا وصلت للمرحلة ذي على أساس ألعب مرتاح. تغير لي النظام؟ لعب سلة. غير لك النظام. عليك أنت النظام شو اسمه؟ كذي. كذي مرة واحدة غيره. احنا انا احكم شويه لازم الفرق كلها بعد ما نقدر بعد غير النظام شو اسوي؟ ما عندي كارت ازرق. شلون؟ لعبوا سله. لعبوا سله. لكم احنا نشوف غيرنا سوينا 2 بوينتس بتاخذونهم سله؟ سله خلوها 4 بوينت. لا بناخذهم سله. لا بناخذهم سله كابتن اساس نوصل له. انت الحين عندك ثنتين سله؟ اربع. شنو بتختار؟ كم نقطع؟ احنا شوتين هنا. نواف انت قلت بتشوت سله.
16 نقطة عندك. 16 نقطة اي كلهم سلة. كم نقطة ابي وافوز؟ انت اوريدي فايز لحد الحين. بس نواف شوتين بشوت. شوتين مني وشوتين مني. شلون؟ شوتين سلة شوتين قدم. نواف نبيك تشوت سلة. انا يدي نجرب. يلا. مو بلاينة ما تروح. يلا. نشوف السكندري. اذا يضيع ما يضيع. ايوه. لا. على الاسكندرية طوالي. كبيرة سيء. مامي اسكندرية حين كورونا. تاريخ. سيرة تنازل لك على الثنتين مع نروح سلة. بتروحون سلة؟ ايه هارد لك مؤلمة. لا تأيّد خلاص ثنتين بعد اوكي عندكم ثنتين قدم نعطيهم اياها. لا انا عندي وقت. لا احنا مش على نواف. تعطيهم محاولاتك؟ لا نواف تبي؟ ما في انا ما عندي مانع. نواف يعطيهم محاولتين مالينا. لا نواف بس مو موافق للسكندرية. مو موافق سير حق الجهال. مو موافق كبير. انت شو سوي؟ ما يهد ولا معاولة مالي شغل. إذا أقول لا مبروك للنزاهة 18 نقطة فوز بجدارة معلومات صحة. ومهارات وانضباط شديد مو عليكم ولا كرت. شكرا لكم كباتن هارد لك. هاي الكرت كله من نواف. نجوم في الملعب حتى هني تعطي ها هني صار جمهور هارد لك يونس قبل الحلقه الجمهور المفروض ما يقول يعطي فار لها اللي هي ما كانت انا قلت لها المفروض ما الجمهور ما يقول يعطي كارت. انا اذا اقول لك جمهور تعطي كارت تعطي ايه اعطى كارت اذا تستحق عطني ساعه الحين بقول لك هي غيرت نظام مسابقه كان عشانكم غيرته كله بعمه ما فايده. عطني ساعه بشوف اللي اختار النزاهه راح يفوز معانا من الجمهور. نشوف من هو من هو يوسف 86 هو الفائز معانا في حلقة اليوم. اختار النزاهة وفاز ويانا في مسابقة الجمهور. تقدرون تشاركون الحين معانا. تقدرون تعملون فولو لحساب قناة البحرين الرياضية منشن صديق واختيار الفريق الفائز يوميا. باقي لنا حلقتين. نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت. على خير. مع السلامة. صغرنا وجودك معنا ومن زمان في قلوبنا وذكراك يبقى بكل مكان. مهما تمر فينا الظروف ونبتعد انت اللي تجمعنا في خيرك يا رمضان. كل عام واحنا بخير. شهر الله انت غير بالحب مهما يصير تقرب الكل بالسلام.